سيناريو المتكرر دائما وابدا مع النادي الاهلي والزمالك، مدير فني متوسط السي في ومخاطره ياخدها الاهلي والزمالك او رؤيه واضحه ياخدها الاهلي والزمالك في هذا المدرب، وحصل مع الزمالك وحصل في الاهلي مع فايلر ومع موسى. ثم عدد من التالق، عدد من البطولات، فلوس كتير، فكه كتير، مشيان على طول. بيحصل ده هو بقى بيحصل على طول. يعني فاترينا تجيب طبعا تلمع طبعا تعرض يمشي. الاهلي والزمالك اكبر صاله عرض للمدربين في افريقيا والمدربين العرب، يعني اذا كان في مدربين عرب هينجحوا يعني، او للمدربين الاجانب، لانك مشهود وبتتشاف على مستوى العالم العربي يعني، في لفظ على دايما مستوى المنطقة. في لفظ دايما يتقال على لاعب كوره او مدرب، كان يقوله دايما كابتن احمد ناجي على حراس مرمى، يقول حضرتك دماغه كبرت او دماغه ورمت. يعني احيانا القناعه والسيطره على نفسك يخليك واقف على الارض، ان انت ما تصدقش نفسك تطير. هل ده حصل مع موسيماني؟ يعني في فترات كتيره كل ما البطولات زادت، كل ما سمعنا عن العقد، سمعنا عن وكيلة أعماله أو السيدة زوجته على الأرقام، على التفاصيل، على الشروط، مع أنه هو جاي نادي الأهلي إحنا ما سمعناش عن كل ده. إيه ده، أنا جاي الأهلي أنا تمام جدا، ده أنا أضحي بأي حاجة وأجي الأهلي. بس نجح مع الأهلي صح، والنجاح مع خمس، أخد خمس بطولات صح، وخد بطولة أفريقيا مرتين صح، وكان هياخد الثالثة، وكان ممكن ياخد الثالثة ويبقى عمل إنجاز تاريخي يعني. بس ده طبعا خلاه يعني جاي بيدرب اكبر نادي في افريقيا، وبعدين عمل الانجازات دي فدماغه تقلت شويه. وعلى فكره بكرر، هو ما بيحبش حد يقول له انت غلطت في كذا، انت مش كويس، الماتش ده مش حلو، الماتش ده مش عارف ايه كده. وهو كمان جاي نادي الاهلي، ما هوش فاهم طبيعه الاهلي مش سان داونز، وجمهور الاهلي مش جمهور سان داونز. يعني ده لازم هو يظهر ما كانش فاهم دي. وجمهور الكره المصريه عموما يعني جمهور بينفرد بحاجات، ان هو عايز كل البطولات.